عجقة عجقة منه طبيعية. ليكو السير تقريبا واقف، يعني كل وين وين لا يبرم الدولاب قلبي، بس للأمانة الطقس حلو هيك عم بتبخبخ شتي على الخفيف. يلا الحمد لله. في حد كلب بعرزة حيبين عليكم مرق. أنا أكتر مخلوق حيوان بحبه هو الكلب، كتير بحبه. هلأ لو تعرفوا أنا وين، أنا هلأ بمركز المدينة، يعني هيك شارع عزمة، هيك ساعة التال الرومبوان هلأ أنا فيه، فهي أكتر محل معجقة بأي وقت بنهار، فما بيلكن بنص النهار بتكون كتير معجقة. تعالوا فرجيكم كيف السيارات شي رايح هيك شي رايح هيك شي ما في أبدا. ليكو السيارات كيف عم تقطع عليكم. يمكن فتح السير. فتح. هلا مع فتحة السير يا جماعة الناس اللي ناطرة على اليمين وعلى الشمال الطريق بدها تمرق، ولسه العجقة قدامنا. اكتبوا لي شو عاملين غدا اليوم. ما حدا يكتب لي يا ليلى انا اليوم ما جاي عبيلي اطبخ. اكتبوا لي امبارحة شو عملتوا غدا. بحب تكتبوا لي شو عملتوا اكل. يا الله. هلا بيقولوا السواقة بتريح الأعصاب. هذا الحكي وين ما كان إلا عنا. السواقة عنا هون اللي بحياته ما شاف الستريس بيشوفه. لأنه ما بدك تسوق بس عن حالك، بدك تسوق عنك وعن غيرك وعن اللي جاي من اليمين واللي جاي من الشمال واللي نازل عليك من السماء واللي عم يطحش عطريق مش طريقه. لو بيقشر لي الدركة بيقول لي مشي. طب كيف بيمشي إذا في قدامي حدا كاسر؟ الحمد لله. ما فينا نقول إلا الحمد لله. فنزلوا هلا بالكومنتات اكتبوا لي شو عاملين أكل. أنا أول ما بنزل الفيديو أول ساعة تقريبا أو أكتر بشوية صغيرة هيك بحب أقعد معكم. كيف طحش بحياة الله. لو فيني بس هلا اترك السواقة وشيل الكاميرا وفرجيكم كيف عم يطحش يا الله من عقله. ايه فقلت لكم انه اول ساعة ساعة وشوي بحب اقعد الصبح معكم لانه على توقيتنا نحن الفيديو بينزل الصبح. يا عمي بليز بدي امره. شوفوا السيارات يلي طاحشة. أنا وين بروح بحالي؟ عقولة هادية. جماعة عكتر ما الموقف هيك بنرفز عكتر ما بيضحك. ما هذا الشيء ما بتشوفوه إلا هون بلبنان. بعتقد ما بعرف اكتبوا لي أنتوا إذا بدولكم في هيك شيء. تعودنا. انا بسمع كتير ناس ببلاد برا خلص استقروا برا وقعدوا برا فبيقولوا لكم انه نحن الرجعة على لبنان في اشياء بتنرفزنا من ضمنها السواقة سواقة السيارة لانه الليلة اللي بيحترموا قواعد السير. فالله المستعان. شفتوا انا وين علقانة؟ ابدا هيك كسرين علي عينك كنت عينك وناطرين تيفتح السير. كان السيارة بتمشي على المي الله وكيلكم. شفت الحمد لله يمكن انا الوحيد اللي تاركة قدامي مسافة تيمرقوا الموتوسيكلات الباقيين سيارة بلزق السيارة. يا رب
أنت كريم يا رب. وأخيرا وأخيرا تعالوا أحكي لكم هالشغلة اللي بتضحك. مرة من المرات كنت حاطة الكاميرا مثل هلا، بس قديمة هاي القصة، كتير قديمة، يعني عمرها تقريبا شي 3 سنين. كنت حاطة الكاميرا وعم صور هيك هيك، يعني تنذكروا ما تنعاد. أنا عم صور، في حدا من وراي خبط فيني، يعني ارتجيت رج قدام الكاميرا. أنا يومتها ما نزلته للمقطع بالإديتينج، شلته قمت له كات، يا ريتني تركته كانت ضلت ذكرى. ما بعرف، هيك كنت حس بالأول أنه مش كل شيء، أنه ما كنا هيك خشبوش مثل هلأ. يعني هلأ لما بقولكم أنتوا عائلتي، يعني أنتوا عائلتي، أنتوا ونيسي، يعني أنتوا عن جد أنتوا ونيسي. يعني قلت لكم كل يوم الصبح هيك بنزل الفيديو وبقعد أنا وياكم بقرأ الكومنتات الحلوة، بحط القلوب، بجاوب يلي سائل سؤال بجاوب، بعدين بقوم على شغلي. بتعرفوا يعني بالنهاية أنا ست بيت وعندي مسؤوليات، ولاد، زوج وبيت، ومية مسؤولية فوق راسنا يا جماعة. فالحمد لله، فأنتوا بتونسوني، والله بتونسوني الحمد لله. يعني الحمد لله الحمد لله. قد ايه لي بسوق؟ انا لي بسوق من قبل ما اتزوج، يعني لي بسوق تقريبا شي 19 سنة، او لا شي 17 سنة لي بسوق. ولا مرة عملت حادث الحمد لله. هل بتحسدي حالك يا ليلى؟ لا الحمد لله، الله الحامي. فبحس حالي انه بسوق بهدوء، ما بحب طير، ما بحب اسرع، مع انه اللي بيكون قاعد حدا بيقول لي ليه بتسرعي، انا ما بحس حالي بسرع، بالعكس انا لما بقعد حدا بيسوق بحسه هو بيسرع. الحمد لله، يعني كل فتره حياتي يعني اذا زمرت شيء يعني بدهم يطيروا فوق بعض، فوالله الحمد لله. بس هي هالمره يلي وراي هو خبطني، الله تلطف عن جد. مرة أختي الله يوجه لها الخير بأمريكا، هي وعم بتسوق عندي الإشارة، إجا شحن من وراها طلع فوق سيارتها، الله تلطف فيها والله العظيم. تخيلوا بأمريكا، إيش شوفوا 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 العلقة الثانية، شايفين؟ يلا خير لقدام. فرجت بسم الله. يلا هلا المغتربين حبايب قلبي بيكونوا مبسوطين بالجولة في شوارع طرابلس لبنان. أحيانا بقول طرابلس بفكروا طرابلس ليبيا، ليبيا بعتقد فيها طرابلس، بس لا يا جماعة، نحن في طرابلس لبنان، في شمال لبنان. أهلا وسهلا. شو كيفك اليوم؟ والله الحمد لله رب العالمين. اليوم عاملة تايجر. والله العظيم غسلته امبارح بقى استوعى على البس، حتى ما بحبه بدفيني مدري قديش. هو شكله بدفي وحياة الله يا ليلى، بدفيني ما شاء الله عليكي، منوره منوره يا مرت عمي. ما احلى ليكي خي، كيف بدي استغنى عنه انا؟ ولك بشعل الدفاية بالنهار. ايه والله معك حق مرت عمي، انا كمان عندي روب، هذا الروب الزهري يا مرت عمي، بتحسي كأنك لف حرام وقاعدة، يا الله ما أحلاهن. الأول ما بقوم بدي أقوم على شغلي وهيك وعلى شغل بيتي، والله يا مرت عمي إنه ما إلي جلادي شيله وألبس الوزرة الجلي أو شي، لا بضلني بحط الوزرة فوقه شوي تاني بحس حالي الهبت مباشرة. والله العظيم أنا لكن كفت حولي في بقى ما عندي شغل. بتحسي ست البيت إنه بتقوم برداني، أول ما بتتحرك خلص صح بتشوب. لا هلا انا اقول لي صحي ما مش لحم الا اذا بدي اشعل غاز وعندي شيء كتير، يعني اكيد مش لحم. لا اذا الا اذا اشتغلتي ومثلا مسحتي وامتي وقعدتي بتلهبي اكيد. لكن هلا مثلا نعمل كبده بصينيه، جاي على بين ولاد عمي، الله جاي على بين كبده بصينيه، كان يا عمي اقعد هالبرغلات
ونقشر هالبصلات ونتكل على الله ونسمي بسم الله. والله يا مرت عمي انا كمان اليوم نزلت على البلد كانت الدنيا عم بتبخبخ وعم بتشتي، بس شو عجقه تصير على الطريق، شيء مثل الكذب، شيء مثل الكذب عجقه. وبتعرفي انت السواقه عنا هون الحمد لله صحيح، بتلاقي مثل شبكه العنكبوت بيسوقوا على الطرقات. عمو حبيبتي انت بلحقوا الطقس، اليوم الطقس هيك يوم هيك، بتحسي وقت بيصفى الطقس شوي العالم بتركض. ما انا صفيان الطقس عم بتبخبخ الدنيا، ايه عم بتبخبخ يعني مقبوله. هلا انا اقول لي انزلي بالكل الله وكيلك، بتحسي بتكوني عم بتسوقي هالسياره بتلاقي اللي جاي من يمينك، اللي جاي من شمالك، اللي نازل من فوق، هلا بيسوقوا بجنون كانوا عم بيعملوا شي مباراه، كانوا عم يتسابقوا، ما بيقدروا عواقب شو بيصير وراهم. صوري مره واحده عم يفتح السياره ومرق منتهى اخذ باب السياره بطريقه يا لطيف، وقع يعني قلت الانتباه وقلت الوعي قد ما بيكونوا راكدين ومستعجلين. عن جد الله يرحم المثل اللي قال السواقه سلامه وفي العجل الندامه، السواقه فن واخلاق وذوق. اكيد اكيد، لكن اكيد كان الله يذكره بالخير. مين يقول لهي المقوله؟ مين؟ الممثل السوري دوريد لحام. الله غوار، الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك، احنا كلنا بسوريا والله. ايه والله انا كثير بحبه، انا فتحت عيني على مسلسل سهلي. ايه عن جد لحد الان ولا يزال الواحد بيحب يحضر هذا ايام الزمن الجميل. ايه والله عن جد زمن الطيبين راحوا بدراحوا مع الاسف. ايه والله والله عن جد كان بالاول كنا صغار نحن كنا نسمع يقولوا القياده فن واخلاق وذوق، انه ما نفهمها ما نعرف شو هي، لكن هلا كبرنا صرنا نسوق ونروح ونجي، عن جد السواقه ذوق واخلاق وفن. بدك تسوقي عنك وعن غيرك، ايه ما فيكي صحيح، بدك تضلك واعي لهالامور هيدي، لا سمح الله لا سمح الله اي شغله اي حاله مصيبه يا لطيف، مصيبه يا لطيف، الله يرفع البلاء. ذاكره مره كنت طالعه انت حدي، كان عندي ولد بعده بيبي صغير، كان حطته انا بالبورت ورا وحط السنتور ومربطته منيح، كنا واقفين يومتها يا مرت عمي. ايه طب حول قدامي، ايه اجا بدي انسى هذا، اجا الموتوسيكل فات تحت الدولاب كانه عم ينتحر، كانه عم يقلي تهرسيمي. والله لو ما ضعفتي فريم كنت شاطره كنت خدتي بطريقه. والله مرت عمي كنت واقفه، مرت عمي كنت واقفه، تذكري والله كنت واقفه، بس كان في نزله من على طرف اليسار تاع السياره، هو نازل من النزله بقوه، نزل ما بعرف كيف زحت بالموتوسيكل تاعه وفات تحت السياره. لطيف الله قدر اللطف، الله قدر، ما بده يبلينا والله العظيم، الله ما بده يبلينا يا لطيف. الله يوعي هالشباب هالسواق هالموتيرات بكسرت اكثر من السيارات. ايه والله هلا موتير موتير اكثر من السيارات. هلا انا جايه لعندك شميت الريحه من كعب البنيه، شو طبختي لنا هيك؟ شو هالروايح هي؟ حبيبتي انت يا ليلى لما بشوف الصخره انا شو بعرفي مرت عمي، يا عيني ملفوف يا عين مسلق، يا عملي ورق عنب، شو شبيتي انت؟ والله يا مرت عمي الريحه لازم حاصتك الشمله تخيل الريحه كثير طيبه. بدري ابو كلبشه مبسل مع هو من هو بدري ابو كلبشه بدري الله يرحمه كان يمثل مع غوار حمام العنب، يقول انا انفي لا يخطئ ماني متذكرته، بس متذكره ياسين بقوش هو معهم، ما ماني معهم حمام الهنا، والله ماني متذكرته، يقول انفي لا يخطئ وراح يبرر مع المجرمين بحاصه الشمطة. يا الله هلا ذكرتيني فيه الله يرحمه، هلا بيكونوا المتابعين حبايب قلبنا كمان تذكروا. والله زينا وقت حلو كثير. ايه فشو هذا مرت عمي من الصوص عم حبيبتي من الصوص عرفتي؟ حسسني قلبي انه سلق صح صح بس الريحه ما خلتني احذرها مزبوط، بس شيء طيب كثير. لكن موس الغاز تحته عم يغلي عم بيتكتك على 600,000 من مهله، مشان هيك شميت الريحه انت. بدي احكي لكم على سر لمرت عمي خير ان شاء الله. مرت عمي روح قلب المحاشي، ايه وشطوره فيهم، ايه وسريعه فيهم، صح ما شاء الله، صح ما بنكر والله، ان كان بالكباب بالكبيبات مرت عمي الكبة بدي اقول لك بنت عمي جابت لي هيدي، قول يا أم عملي لنا كم وحدة، شو هي هاي مرت عمي؟ قلت لها الكبة المقلية. يي خايفة رجينا؟ قلت لها أنا يا أمي بعملها على إيدي، قال لا يا أمي لازم نجرب بهيدي اليوم. لايكي بتحطي الكبة هون أول مرة بشوفها، لايكي بتحطي بتدعبي بتحشيها بتحطيها وبتكبسي طلع لك الفكرة. مرت عمي هاي بنت عمي حبيبة قلبي جايبتها لقلها مش لقلك. عمو هيدي جايبتها لعندي قال لحتى تفرجيني لأنه أنت
لانه انت سيد من عمل كبه. اكيد اكيد. بس هي ما بتعرف تعملها، بدها تجرب فيها. بس قلبها انه اذا تعلمت عليها ممكن يمشي حالها. مين مين هي سوسو؟ سوسو دخيل الله اللي خلقها. هلا كيف بدها كيف بدها هلا بتحط العجينه هون بتكبسها. بعتقد لازم تحط نايلو قبل ما تحط العجينه. اما حبيبتي لسه ما استعملناها لانه بتلزق العجينه. لسه ما استعملناها. ليكي هليكي هفتي فرجيني كيها ليكي. اها ليكي فرجي شوفي. بس صدقيني اذا ما حطت نايلو ليكي حيلزقوا بالبلاستيك. ما بعرف هلا هلا بنجرب شو فينا نعمل فيها. ما فينا نعملها على ايدي. انت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انت سريعه كثير بالكبيبات وبالسلق. وبحب القفه بالفرن. القفه شو هي؟ شو يعني؟ شنتات القفه بتكب المشويه بالفرن. الشنتات بيجوا هيك. اه فهمت. ايه تذكرتها تذكرتها. بنحط على الطابوش اللي في السمنه اللي في السمنه عليهم بنحطها بالفرن. يا سلام يا سلام عن جد. الله يديم علينا نعمه وبس. اي أيوة والله. المهم الصحه والعافيه. المهم ما يوجعك شيء. ان شاء الله تاكلي هذا البرجر لوحده. المهم ما يوجعك. والله يسلم تمك. المهم الانسان باله مرتاح ما في شيء موجع له راسه. مثل ما قلتي الصحه تكون منيحه. ابدا خلص هي ان شاء الله ياكل خبز وزيتون. الله يبعد عنا وعنا وعن كل مستمعينك ومتابعينك الامراض يا رب العالمين. يا رب امين. رب العالمين تشفي كل مريض. يا رب امين. رب العالمين تشفي وتفرج عن كل مهموم. من تمك لابوي بالسما. الحمد لله بدي احكي لكم شغله. هلا اول ما فتت على بيت مرت عمي شميت ريحه كاز. كمان مسحه اليوم البيت بالكاز. اكيد عم تكشفي اسرار بلكي انا ما بدي اقول قدام حدا. والله العظيم شغله. والله العظيم شغله. انت يا ام اللول ليكو هذا الصوص مرت عمي بتعمله حد حد السلق المحشي. يا جماعه موجود الفيديو بالقناه روحوا احضروا. اكتبوا السلق محشي ليلى جواد بالسيرش. يا جماعة إذا ما عملتوا حد السلق المحشي نصيحة لا تعملوا سلق. لأنه أكيد. لأنه بتفرق الطعمة. أنا كل مرة يا مرت عمي أنت بتعملي هيدا الصلصة أو السلطة هي تعتبر صلصة ولا سلطة؟ أما حبيبتي هيدا الصوص جنب السلق تقولي سلطة ليلى لأنه ليكي خشنة. إيه طلوع السلق وطحيني بحسها بتتاكل بالخبزة. شوف زعتي حدا من احفادك. ايه الملائكه بتاكل بالخبزه. ايه ليلى بتحطي السلقه بالخبزه وبتاكلي بالخبزه. اكيد اذا بدك تاكلي حاط او بشوكه او بملعقه ما شاء الله ما بيقدوا. صح يعني خفيف. صح خفيف هذا وهذا كثير خفيف. انا ما بعتمد عليها وجبه كامله. صح ما بعتمد عليها لانه ما شاء الله عليكي اكلي هبه بتاكلي بتاكلي بتاكلي. تقولي يا عمي السنه جيعاني. صح يعني مثل الملفوف تبهي. وخاصة الملفوف نحن بنعمله مع تعظيم تقريبا مثل الورق العنب. هذا ما بتغنج لا بتدلل يا حرام. صح هذا فقير. تحطي هالضلوع وتحطي هالسلق. لا فيك تحطي لي ما بتستوي انتبهي. اها ولا فيك تحطي لحمة ما بتستوي. ليش اللي ما بتستوي؟ ما بتستوي. مرة حطيت لي مشان النكهة قام شلتها مثل ما هي فرد شقفي. حذروا ليش ما بتستوي؟ لأنه السلق ما بياخذ وقت على النار. هلا هيك عشت قوي قولي ستار. اه اجت ام مرور. هلا عشت قوي قولي ستار. ام مرور جيعانه كثير حبيبته. شو هيدا؟ لا شو هيدا؟ رواق ما تيجي تروح. شو هيدا؟ رواق لكن في لحمه هون مقلمين بنزيد مشوار بنعمله. رواق هلا جاي من الجيم. تبع فيني راح راح كنت كل طاقتي بالجيم. كل طاقتي بتقولي بتسوي لي ساعة بس. طب سخنهم سخنها لهيدا. رورو هيدي شو هي؟ بتعرفي سمرة بتمر؟ اه بقلبها تمر؟ يا سلام سلم. والله مغنجة حالها ام الرور يا مرت عمي. طب اذا انا ما غنجت حولي لك والله بيلبق لك. دلوشي مين بدي مين بدي يغنجني؟ والله احلى شيء. ايه والله معك حق عن جد معك حق. ماما ادوي لي الفرن اذا بتريدي. الا الفرن؟ قصدي هون غاز. قولي الغاز. بسم الله يلا ما شاء الله يا زلمة. حطي هيدي هون بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. راح ادوي على الزبيب بعدين. رورو ليه بتسخنيها اذا هي فيها تمر؟ يعني بحسها مثل المعروك السوري. انا نو انا هيك حاسه. اخر العصره شوفي ما حط عميكي. انت انت ليش شايفتيني هلا انا لازق احدك؟ انا ضبطت زي ما هلا عم كنت هلا. ليش شايفتيني انا لازق احدك ليه؟ تعبتي عارفه اذا بتلزقي من هلا لعبكره. ما شاء الله يخزن عين. شفتيه عم قلها عم قلها الريحه واصله لكعب البنيه. ما شاء الله ريحه بتشق القلب يا رواق. عم هي مرت عمي موحى. يلا صار ربع ساعه هلا على النار يا رورو اولاد.
بعرف والله. يعني مرت عمي هن يعني انت قولك ما بياخذوا ربع ساعة؟ أما حبيبتي ماكسيموم ثلث ساعة، 20 دقيقة ماكسيموم. يا سلام. يعني كيف بتطبخي رز بشعرية؟ ده بياخذ معك وقت لأجي معك. ايه ما بدها وقت. ايه لا مرت عمي لما بسألك هيك أسئلة بيجي حدا بيكتب لي يا ليلى ولو انت شاف الك سنين وبتسالي هيك اسئله، انا حبيب قلبي بس اسال هيك اسئله مشان يلي عم يسمعني بتكون مثلا احيانا بتكون بنوته صغيره، احيانا بتكون عروسه جديده بدها تاخذ فكره عن هيدي التركات. يعني انا اكيد انا عامله سلق من قبل واكيد انا طبخته من قبل واكيد انا بعرف قد ايه بياخذ وقت، بس بدنا نوضح اللي داخل جديد عروس جديد ما عرف بضل مكان بينسى بعدين صح روي بعدين روح بينسى عديك عن هيك بتحسي حالك بتعرفي بس اوقات بتمرق معك شغله ما بتعرف فيها. هلا انا قد عمري اوقات لا بتقلي على شغله بتبصفر بشبك ما بتعرف الا نسيتها ذكريني برجع بتذكر بدي انا اصحح لك ماما. شفتي عينك بنت عينك عينك بنت عينك قولي لها عينك ولا استعرتيها كأني انت امي معنا امي اخي الله اللي خلقها ام الرور ما بتخلي على القلب هام والله. هلا فوق حشوف الطنجره يا ام الرور هيدا بتقلبيه ولا شو وضعه؟ لا كان بقلبها هلا بتسخن بس طريه 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 وبتتحمص كمان صحيح. وهيدي المقليه هيك للاعمال الشاقه هي صح. كيف ما بلزق علي ليلى مقليه الاعمال الشاقه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. شيل لك الصحن يا مرت عمي. لا عمو حبيبتي عدي شو حتعدي عدي عقلي قد ما ليه يا مرت عمي ليه ما هجيتها منك يا الوفية اللي انت عاجلين بتقوم تعمل تحرق لي انت ما تحرقني هالحنايه وقلت لها بعدي قلبي علي ما بدك تشغل قلبه فيا هيك شو بتقول لها وهلا ابنا هون كنت ما قلت له لا قلت له لا تحرقه لا ايه كيف انا عم بخلص يا عيني علي يا عيني عليك يا مرت عمي عن جد لا واحد عن جد الله ما لانيه وهيك عن جد لولا شو الواحد لو بيصفي النيه عم ايه والله ايه والله يسلم تمك يا رواء بألف خير ايه والله احيانا الواحد بيكون عن جد عمل تصرف ما بقصده او منه بتصير ليلى بتصير كتير. او منه قاصد فيها شيء بتلاقي الطرف الثاني يمكن بياخدها انه ليه عمل هيك او ليه عملت هيك ليه قالت هيك فسبحان الله اي شو هيدي ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الظاهر يا مرت عمي ما لك زمان حطيتيهم شفتي ده بيقولوا في ميتهم كتير لكن هدا ميتهم ما شاء الله ما بدهم يستووا بنصفهم بالمره بنصفهم هلا تعوا على بكره عن مرت عمي بتكون عامله كوسه وباذنجان محشي تعوا بعد بكره بتكون عامله اللي بعده ترجع تعمل كبه محشيه بس حبيبي والله العظيم حبيبه قلبي الله يخليكي بصحتك وبهمتك وبعافيتك حبيبه قلبي خلي لك اولادك خلي لك متابعيني وكل شيء حبيبتي حطوا لايكات كرميله ما كرماله اكتبوا لي هذا كرمال الحجه عجبتني هال فرجيها بس هلا ليلى هيدي هي رورو عجبتني هال اسمعي شو بدها تعمل الماما رورو شو عم تاكلي ولسه الكحكي بعدها قدامي ماما صحيح عم تصور بس عيني لهون وين لهون علي انا هلا هي عيني عم تشتغل يمين وشمال انا دايره بالي عليها لانها عامله رجيم اي حاسبتي لانها عم تروح يعني لازم ما تاكلي خليكي على الرجيم رجع نفضي ايدك يا روان كم بدي اقول لك شيء اسمعي قلت لك ما تاكلي شيء قدامها ما سمعتني كم بدي اقول لك شيء شو بدها الماما يعني ماما بدها قولي لي هيدا لايك لأم محمد اللي بده يقول لأم محمد ايه يكتبوا بالكومنت وهيدا لايك لليلى يييي لا انا بس هيك ايه ما بيطلع له ولا لايك بس هاي يسلم تمك عن جد بدنا نعدهم صحيح الا متابعينا ولا محبين ماما بس احنا بدنا نعد فيني انكم بدنا نعد الا 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 جمهورك لك حبيبتي بدنا نعد بدنا نشوف شو الفرق قد ايه الفرق يا امي حبيبتي فينا نعد نعد كل أم تلاقي إله إلا الله لعم محمد نشوف قد النسبة ماما أكيد أنا متأكدة الكل رح يكتب هذا أحلى لايك لأم محمد شفتي ما أحلى تعترف بالخسارة دغري يعني دغري بعترف شو قولك رواء شو قولك بحكي الحقيقة ولا بلوفك من قلبها من صمصي يعني أنا جنبها وعمالة لشمال عرفت طرعين من قلبها عم تسمع دقات القلب